راسي وداس لي عبتي بينا يا دنيا غريت قاع نفوس ونفوس كانت غرد غياب شاب راسي وداس لي لعبتي بينا يا دنيا غريت قاع نفوس ونفوس كانت غرد غياب ما زال سمر قلبي عمر وش المامون إلى يلقاكر وش المامون ما زال صابر قلبي عمر وش المامون إلى يلقاكر وش المامون آية دنيا بعد بينا جبت في زمن لك كريم ما هبطتيش تغدى نجيب لك تاكل هنا في الجوع ما مولفاش ليك ياك ما مريض دابا انا مبغيش ياكل مريض بلا ما تبقى تعصب عليا سري انا اللي ما كندخلش سوق راسي دابا ما غتقولش ليا مالك ليك الله غضبتي انا قلبي بيض طيا كنزة سبحان من خلقك من هنا للباب دغيا نسيتي اقول ما تعرف تلقى عندي انا الحل للمشكل اللي عندك سيكولوج انتي صافي بولعاف واخ جلسي دابا واحد الميساج تصيفط من مرتي وانا ما مصيفط والو بغيت نعرف كيفاش صيفطوه شكون لمن غيكونوا صيفطوه مثلا انت ما فهمتي حتى السؤال بغيتي تلقاي لي الجواب نهوى العافاك انت حلي معايا عقلك دابا صوفيا وصل لها واحد الميساج من عندي فيه ما تبقايش تعيطي ليا وكاين انا مصيفط لها والو بغيت نعرف كيفاش داروا صيفطوه من مرتي شكون في نظرك انت يقدر يكون صيفطو نوال عفاك خرجي انا غادي نسول ونجاوب راسي سيري 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 لقيتها كلي ما تبقيش تلعبي بالماكله يخلي على خاطرها منين يضرها الجوع دابا تاكل اسمحوا لينا الحاجه عبد بناكم معنا ولكن راني هضرت مع غيتار ما تبقاش تعاودي بحال هذه الفعله ياك بنتي ما كاين لا عذاب لا والو غيتار راها بنيتنا وفي المهم مدعينينا علاه خطيكم علينا الحاجه واحد الحاج كيبقى الحمد لله ما بقاش بعدا جاتو شي كريز اخرى لا لا الحمد لله هاد الساعه الطبيب ديالو شنو كيقول قال لي خاصك غير الراحه بالحق بعد على المشاكل صافي صافي ولدي هادشي اللي قال لي ما قالش شنو عنده بالضبط لا انا في نظري الحاجه كون غير شاف شي طبيب اخر انا راه عندي واحد صاحبي نقدر نصيفطو ليه حتى للدار ما خاصني طبيب ديه بنتك اسمح لي ناسي الحاج الحق راه غيتها ما باقيش تخرج بوحدها بوجور اهلا السلامة غيتها شاد الفعايل ما مولفاش ليك بنتي لا بنتي لا ما تلوميش غيتها الا غتلومي شي حد لومي راسك اللي كتخرجي وكتخليها بوحدها الحاج الله يهديك راه ماشي وقت الهضره دابا نعلو الشيطان وجلسوا تغداو ما بقات عندي شاهي الحاجه انا غادي نطلع نتكا وغيتا غتبقى معانا كاين اللي يديها للمدرسة ويجيبها حتى تقادو حالكم
جيتي تحلي لي شي مشكل مشاكل عاوتاني بحال داكشي. سيري لالا تيسيري الفيلم ونعيط لك نهضروا. شي حاجه ضروريه خصنا نهضروا فيها. واش عرفتي فيلم دابا فين واصل؟ دابا البطل كان كيتيق في البطاله وحصل خانته، عرفتي اش غادي لا منين شدها خي ختلها. صافي دير بوست نكملوا الهضره ديالنا. اه دير بوست نكملوا هضرتنا. شنو بغيتي؟ صافي من بعد نجي عندك. اجي اجي اجي. واش انا وقفت فيلم على قدو تقولي من بعد هضري؟ والله ما عرفت منها نبدا. لا والو جيت تخطبيني. شدب داك النهار انا كنت غدوي ولا غنبلوكيك؟ هذاك الميساج اللي تصيفط لصوفيا انا اللي صيفطته، ولكن والله ما درتها بالعاني. شنو؟ واش درتي تخربي تليفوني اصلا؟ انا عارفه راسي غلطه، ولكن كريم هذيك البنت راه ما تصلحش لي. نوال خرجي من بيتي. خليني نشرح لك. خرجي قبل ما تسمعي شي هضره ما تعجبكش. خرجي خرجي. كاين واحد الصباك كيحمق يلاه حل كلشي كيهضر عليه في لي ريزو سوسيو. لا بلوغوز الوحيده اللي باقي ما مشاتش ليه هي انا. ما تقولش لي باقي كتفكر في الحاج. علاش الحاج ما بغاش يمشي مع ولدو خالد للكلينيك باش يدوز ليه؟ صافي دير مخبي شي حاجه ما بغاش تعرف. والهضره اللي كان تيقول داك النهار مع الطبيب كتاكد هادشي. تتورنا لوبسيسيون. زعما ما عرفانيش انا غير ما كان بغيش شي حاجه تزاق ليا. الله يا ودي عارفه ما يقطع لك اللي خلقك. واخا خالد زعما ما يكونش عارف شي حاجه. لا انا جو سي سيغ خالد ما عارف والو، الحاجه ما عارفه والو. يبقى لك هشام. هشام هشام اخر واحد الحاج يقول لي على السر ديالو. ما فهمتينيش. هشام غتكلفو هو اللي غادي يجيبك الخبار. هذاك ولدهم يقدر يدخل لبيت الحاج ولا البيرو على خاطرو يجيب لك شي اوردونونس ولا شي ورقه اللي تقدر تعاونك تعرف بها داكشي اللي بغيتي. علاش انا كنموت عليك؟ علاش؟ حيت انا كنحمق عليك. ايوا شنو تخلص على لانو سبا 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 جوج ثلاثه اربعه اللي عجبك ما حالك. عيشة الحاج خاصو يدير شويه ديال الريجيم وما ياكلش اللي دام، فعافاك دير لنا العشاء غير خفيف. واخا الحاجه صوبتي لي بعدا براد ديال اتاي مسوس. موجوده الحاجه. يوديه ليه لبيتو وانا غادي نحط لك القياس ديال الخضره اللي غادي طيبي لينا. واخا ما تنسيش تهضري مع باك. كريم كويس ديال العصير ما بغيتوش؟ بغيتي باناشي؟ بغيت تيقار. شو معك ولدي؟ علاش كتهضر معاها هكا؟ مسكينه شنو دارت لك؟ نوال درويشه ومهليه فيك وكتبغي لك غير الخير. اخر مره باقي تهضر معاها بحال هذا الشكل هذا، فهمتيني؟ عاوتاني يابا. تعدو الله تيسطي واللي ما يتسطى. واش دابا؟ واش هادي عندها عقلها ولا ما كتكتابوش؟ واش دابا انا كون بغيت نتزوج بهاد بنت حليمه غادي نتزوج بامك؟ صافي دابا بلا ما تعصب راسك. راه ما كاين عم يعصب. راه كتغير عليك، خصك تكون فرحان. منك داه اليوم فرح. خليني ساكت خليني ساكت. دابا انت شنو غتخسر الا مشيتي قطعتي لها واحد الجريدات وديتيهم ليها؟ والله حتى غتشوف شحال غتفرح وتولي تميك عليك كاع. وامك راه خاصها كيلو ديال الهرقمه وشي مضمه وشي سرتله. عاد الا بينات لك سنانها وتصنت ليا ودي لها واحد الجريدات وكيلو ديال اللحم ومعاهم واحد الشكليمات زوين وأراضي كليت أراضي كليت. والله حتى غتقبل. انا ما كنتسناهاش الا لا تقبل. رجوله امراه تحكم عليا وتفرض عليا رايها.
كيعل. صافي بيناتكم انا مالي. انت ما كتقلبش تليفونك ما كتشوفوش؟ انا ملي كنعس كنطفي تليفوني وتليفوني حتى هو كينعس معايا. انت علي عبرتي شنو بغيتي؟ جاي نشوفك اصاحبي ونسولك على الحاج. انا ديك الهضره ديال الارهاق ما داخلهاش ليا الراس. وعلاش بغيتي تعرف؟ حقاش صحتو كتهمنا. واش دابا غير الصحه ديال الحاج اللي كتهمك ولا كاينه شي حاجه اخرى؟ والشركه حتى هي كتهمك. ها ولا بغيتيها تضيع؟ حقاش الا مشات لعند خالد غادي يدير لنا فيها بيان سور مؤسسه خيريه. مشات لعند كريم ما غادي يبيعها ويطب الفلوس ديالها. ولا مشات عند زين صاحبنا مراد بيان سور ولا غادي تكلف وغادي يردها لينا شي كرون ماغازان ديال الذهب. شوف انت عارف وانا عارف بلي الحاج عمرو ما غادي يكتب لك الشركه بسميتك، كيفضل خوت كلهم عليك، ولكن انا عارف بلي حتى واحد فيهم ما غادي يوصل لك لظفرك انت. ولكن الحاج الا نوى يخبي شي حاجه راه لا انت ولا انا ممكن نوصلوا لها، وهاد المساله هادي راه خصك ديرها في راسك. سي بوسيبل، ولكن اومو نقدروا نحاولوا. شنو زعما نحاولوا؟ شنو وجدنا حنا نديروا؟ مثلا غادي نقدروا نطيحوا على شي اوردونونس ديال الطبيب، تحليله ديال لابوغاتواغ، ورقه كتبين لينا اشنو كاين عند الحاج بالضبط. يعني دابا انت كتقصد نطيح انا على شي اوردونونس زعما اللي تتبين لينا ليطا فيزيك ديال الحاج، ياك سي ان بوبخي سا. واخا دابا في نظرك شكون فينا بجوج غادي يقدر يدخل للدار ويدخل للبيرو بلا ما يشك فيه حتى شي واحد؟ بيان سور ماشي انا. شي كاس صاحبي؟ وما كتقاضاش اخي. نوال شي عصير ديال المشماش؟ انت دايره قد راسك ومازال مقلقه. انا راه طلبت منك السماحه وقلت لك ما بقيتش غادي نعاون نقرب لك التليفونك، واصلا انا بغيت لك غير اه بغيتي لي غير الخير ياك. صراحه انا قصحت معاك كاش خصني نهضر معاك بحال هكاك، ولكن نهار مازال تقربي لي التليفون نحيد لك دوك الصباح. يلا صوبي لي عصير ديال المشمش يكون بارد. ولا حيدتي لينا الصباح باش نصايب لك العصير. نوال قلت لك عصير ديال المشمش ماشي ديال الحامض. ديال القوق؟ لا دخل. هشام السلام عليكم. وعليكم السلام. الحاج كيف بقيتي؟ الحمد لله. اجيتي في هذه الليله كلشي لاباس؟ لاباس، غير قلت نجي نشوفك نطمن عليك كيفاش بقيتي. ودي مش من هويتك. لا غير قلت ربما ما تقدرش غدا تفوت للشركه، قلت نجي نطمن عليك. يا لا بخير شكرا. الحمد لله. شي حاجه اخرى باغي تقولها لي؟ غير بغيت نسولك الحاج، زعما منين فتي عند الطبيب واش لقى عندك غير الارهاق كيف ما؟ واش نتوما كل واحد كيجي يسولني؟ ما بقيتش بغيت شي حد يسولني على هذا الموضوع. Thank you.
قاعدي فحن بالفردي بلادي وصفوليك بدي تشيري فيك وصفوليك بلادي صباح الخير سي هشام. صباح الخير. شكون درتي بداكشي اللي هضرنا عليه؟ لقيت لوردونونس وصورتها بالبورطابل ديالي. صفتها لواحد الدري صاحبي طبيب، مي ابارمون منين شافها قال لي هادي راه فيها غير ديكالمون ديدونتي انفلاماتوار. يعني كون كنخرج له شي دواء نقدروا نعرفوا شنو عنده اكزاكتومون. ها انت شوف. شنو زعما ما كاين حتى شي اوردونونس اخرى من غير هادي؟ لا لا ما لقيتش. معليش، والمهم إلا كان شي حاجة أخرى ما تنساش تعلمني. أوكي، راه ممكن تكون غلط. الوليد ما عنده والو، ما يقدر يخبي علينا والو. بحال هادشي يا سي هشام، أنا ما كنغلطش. ما كيغلطش. سي أحمد، هاك الغلط، هاك المضادر ديالك. ما كتغلطش. والله ما غتخرجوا من هنا حتى نحلوا هذا المشكل اللي بيناتكم. عطيني الفطور بعدا عاد نشوفوا المشكل. لا نهضروا بعدا عاد نفطروا. نقابل غير كرشك. واش بغيتي نقابل؟ نقابل العقار ديالك والمقير ديالك. وصافي دابا ركزوا معايا. انت بغيتي تمشي للبلاد على ود العرس ياك؟ انت ما بغيتيش يمشي على ود بنت حليمه ياك؟ ايه حيت دابا انا هو فريد الاطرش. هاد بنت حليمه لالا راه تزوجت وطلقت وعاود تزوجت وطلقت ودابا راه عندها جوج تلعفرت. شتك اخويا جايب خبارة كامله. راه جايب خبارة وجايب خبار ديال البلاد كامله اللي داو ليا الورد. انت دابا جاب الورد لبنت حليمه. شتك اخويا كتدخل وتخرج في الهضره. باغي تلفني ياك. وصافي دابا ركزوا معايا شويه وتصنتوا ليا. انت بغيتي تمشي للبلاد وهي ما بغاتكش تمشي بوحدك. ايوا سيروا بجوج وهنيونا. اش قلتي؟ احنا ما عرضوش عليا. ما عرضوش عليك؟ وتقولي يا بوجهك حمار عرضوا عليك وعاود عرضوا عليك وانت اللي دافع عليهم الشيكي والبيكي والخدمه اللي ما نخليها ليا انا ياك يا غليله. صافي سير انا نتكلف بكل شيء. ايه منا وين جات شويه منا فرصه انت تنشطي. صافي اتفقنا. يلا حطوا لينا الفطور الفطر. نوضر البصره موجوده. بصره تي كل صباح بيصارة. البيصارة راه دارت فيا حالة هنا. إيوا نوض أخويا عري على كتافك، نوض وجد ما تاكل. هادشي اللي لاقي ما يقولي، عري على كتافك. صافي أنا عييت، صافي، دا وجهتي. عرفتي أش غدير؟ سير عند بنت حليمة توجد لك المحمر. تا هذا نظار. آه؟ غدا وجد سول فاطمه خصنا نهضروا. ميرسي محسن حتى الغدا نكملوا. مشيتي شفتي غيتا؟ وي وبيان سور الحاج ما بغاش ثاني خلاها تمشي معاك ياك؟ لا وعلى هاد الحساب نمشيو نجلسو معاها تما.
علاش؟ علاش بغيتي تجلس عند بابا؟ وشنو فيها؟ على قبل بنتنا؟ سيدي احمد، هاد الافلام ديالك ديرهم على بابا، على لي بارتنير ديالك اللي كتضحك عليهم، ماشي عليا انا. انا راني حافظاك، اجيني من الاخر. علاش بغيتي تمشي تجلس عنده؟ شنو فراسك؟ خصني نعرف شنو مخبي. ها سيدي احمد اللي كنعرف. شنو قلت؟ قلت لا، دبر راسك ودير السبب شي حد اخر من غير غيتها. واش جيتي تونسيني ولا جيتي باش تبقاي تلعبي في هذاك التليفون؟ ها هو حطيته. دابا غير قول لي شنو غنهضر؟ فاش غنهضر؟ مثلا اش بغيتي تكوني ملي تكبري؟ بغيت نكون طبيبة بحال طونطون خالد. ياه والشركة وهاد المشاريع اللي غنخلي شكون يتكلف بهم؟ ماما وبابا. وملي ماماك وبابا كيكبروا؟ راجلي. لا صافي خليني نعيط على بابا، راه كاع ما جاش الماليه. يلا عيط لبابا. الو بابا. الحمد لله. امتى غتجي؟ الله يسهل عليك. من غيتا؟ غيتا مابقاش كنسمع. غيتا بغيت نوصيك، سمعي ديما لوالديك قراي مزيان، وانتي راك هي المومو ديال العينين ديال الوالدين ديالي. انتي اهم انسان عندهم في الدنيا كلها، وحتى حنا. تمنيت نبقى في الحياة تنشوفك طبيبة. باقي الوقت حنا طبيبة. هذا العمر بنتي. إيمان سمعيني مزيان. شوف انا دابا تاكدت باللي الحاج عنده شي حاجه خطيره على هذاك الشيء اللي تيقول لينا. شوف سي سيغ دابا انت يا لاله غادي توجدي ليا راسك، لحقاش حنا دابا عاد غادي نبداو البحث مزيان. خصنا نطيحو على اشنو الحاج عنده بالضبط، فهمتيني؟ يلا اوكي باي.